مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم مرة تانية. ودلوقتي وصلنا لميعاد فقرتنا الإخبارية اللي بنناقش فيها أهم الأخبار والمقالات والحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. هيشاركنا النهاردة في قراءة تحليلية لأهم الأخبار والصحف النهاردة الجمعة 19 يناير ضيفي وضيفكم الكريم الكاتب الصحفي والباحث السياسي الدكتور بشير عبد الفتاح. صباح الفل دكتور بشير، سعداء جدا بوجود حضرتك معنا النهاردة. أهلا بحضرتك يا أستاذة هند والسادة المشاهدين الكرام. دكتور بشير، النهاردة يعني الحقيقة يعني هننهل من علم حضرتك الغزير الوفير وشرح حضرتك دائما المبسط للعديد من الأخبار المتنوعة، ولعل البداية من الحديث الذي يتكرر بشكل كبير جدا الفترة الأخيرة وهو اقتصاد استثمار، وضعنا إيه في الفترة الجاية، هو ده هيكون موضوع الخبر الأول معنا النهاردة. أكدت الحكومة استهداف إعادة هيكلة الدين الخارجي وخفض نسبته للناتج المحلي إلى الحدود الآمنة مع زيادة السيولة الدولية وتحجيم القروض قصيرة الأجل لتصبح في حدود من 6% ل 8% من حجم الدين الخارجي بنهاية عام 2025-2026. يأتي ذلك حسبما تؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد للسنة المالية الجارية 2023-2024، ووافق عليها البرلمان بغرفته النواب والشيوخ ووسط استهدافها لزيادة معدلات الاستثمار. ويتحقق ذلك في ضوء استهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عدة مصادر، منها الاعتماد الأساسي على المنح الدولية طويلة الأجل والتمويل الميسر طويل الأجل كمصدر تمويلي بديل للقروض قصيرة الأجل. وتشير خطة التنمية إلى أن رفع معدلات الاستثمار لمستويات لا تقل عن 20% من الناتج المحلي الإجمالي يعد شرطا ضروريا لإحداث الطفرة التنموية المستهدفة والنهوض بمعدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى المستويات المرتقبة المنشودة وهو 8% بحلول عام 2030. دكتور بشير، عندنا أرقام كتير، قروض طويلة الأجل وقصيرة الأجل. قبل أن نفسر هذه الأشياء بتبسيط حضرتك طبعا غير المخل دوما للسادة المشاهدين، دكتور بشير، الجميع يعلم والسادة المشاهدين بأن احنا مرينا بتحديات وأزمات اقتصادية عدة، العالم طبعا كله مر بيها، وده دائما وأبدا ما نكرر، وهي جائحة كورونا 2020، الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها الاقتصادية، وأخيرا الصراع العام الماضي في المنطقة الذي لا زال مستمر ويتجاوز اليوم 100 في قطاع غزة وتأثيراته، ودلوقتي كمان بنمتد لساحل البحر الأحمر والصراعات في منطقة القرن الأفريقي والعديد من الأزمات المتتالية. يعني الحقيقة ما فيش أزمة بتنتهي إلا ما بتبتدي أزمة تانية، وممكن أزمات تلتقي مع بعضها البعض، وطبعا ده ليه تبعاته وتأثيراته الكبيرة. الدولة بتحاول، وإحنا بنتكلم على خطة التنمية الاقتصادية، بتحاول أنها تجابه هذه الأشياء على قدر المستطاع بخطة لجذب المزيد من الاستثمارات، بحزمة من القرارات، بجذب استثمارات أجنبية. كيف ترى هذه الأرقام دكتور بشير والقادم؟ الحقيقة سؤال حضرتك مفصل جدا يا أستاذة هند، وبيقدم إجابة في نفس الوقت، أنه لابد من أن يكون هناك تخطيط اقتصادي مرن، طالما أن البيئة الدولية والإقليمية مرتبكة وقلقة وحبلة دائما بالتحديات والتطورات المربكة، لابد وأن يكون هناك مرونة في التخطيط الاقتصادي، لابد أن يكون هناك جهوزية لتعديل الخطط والمشاريع الاقتصادية بشكل دائم، مع الاحتفاظ بتوفير بيئة مواتية وجاذبة للاستثمار. عندنا رقمين مهمين في السؤال اللي حضرتك طرحتيه. الرقم الأول خاص بالتمويل طويل الأجل. دائما التمويل قصير الأجل مرهق للاقتصاد، دائما تبعاته المالية على المديين المتوسط والطويل بتكون مؤلمة للدولة وللاقتصاد وللمواطن أيضا، بينما التمويل طويل الأجل يكون أفضل لأنه بيمنح فرصة أفضل لتدوير رؤوس الأموال والاستفادة منها بشكل أفضل، يتيح فرصة لوضع مشاريع تنموية طويلة الأجل بعكس التمويل قصير الأجل. الرقم الثاني المهم كان الاستثمار. دائما كلما كانت الدولة منفتحة على الاستثمارات الأجنبية مباشرة وغير مباشرة، كلما ساعد ذلك على تدوير عجلة التنمية، لأنه الاستثمار الأجنبي بيضخ مش بس أموال وإنما تكنولوجيا، أفكار، أساليب جديدة للإنتاج، فتح فرص عمل، علاوة على الثقة في الاقتصاد.
دائما موثوقية الاقتصاد تأتي مش بس من التقارير الدولية اللي بتقول ان احنا اقتصادنا جيد او تصنيفنا الائتماني او الاقتصادي افضل، وانما يعني التدفقات الرأسمالية اللي بتيجي في الاستثمارات، ده مؤشر بالضبط على ان الاقتصاد في حالة جيدة، على ان هذه الدولة مستقرة، على ان اقتصادها واعد وينطوي على فرص ايجابية للغاية تجذب المستثمرين من كل مكان، وده بينعكس بقى على السياحة، بينعكس على مشاريع اخرى بالضبط عديدة جدا. لذلك من المهم ان نوفر بيئة جاذبة للاستثمار من خلال القوانين اولا، يكون عندي حزمة قوانين تضمن حماية المستثمر وحماية أمواله وتوفير بيئة مواتية، علاوة على تفعيل هذه القوانين، أن لا تكون قوانين على الورق وإنما يتم تفعيلها على أرض الواقع، علاوة على البنية التحتية. وأعتقد أن الدولة قطعت مسافات مهمة للغاية في مسألة البنى التحتية، والآن هناك إجراءات وقوانين جديدة يتم سنها من أجل جذب الاستثمارات الخارجية لتتجاوز 20% من الناتج القومي الإجمالي. نأمل إن شاء الله أن تتحقق هذه الأرقام وأكثر كمان دكتور بشير. وأنا هاخد من كلام حضرتك الجهوزية. الجهوزية هو شعار للدولة المصرية، ليس فقط في محاولتها للنهوض بالاقتصاد، ولكن أيضا على مستوى قوتنا المسلحة الباسلة. هو ده اللي هياخدنا للخبر التالي. ننتقل إلى هذا الخبر، حيث شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى وحدات المدفعية بالمنطقة المركزية العسكرية، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليها. بدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية، والذي تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدة المصطفى بعد تطويرها ورفع كفاءتها لدعم قدرتها لتكون في أعلى درجات الاستعداد القتالية. أعقبه مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على القوات المصطفى للاطمئنان على جاهزيتها. ونقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للقوات المشاركة في التفتيش، كما ناقش عددا من القادة والضباط في أسلوب تنفيذهم لمهامهم القتالية المختلفة وكيفية مواجهة المواقف الطارئة التي يمكن التعرض لها، مشيدا بمدى تفهم كافة العناصر المشاركة بالتفتيش للمهام المكلفين بها، بما يحقق المنظومة القتالية المتكاملة التي ترتكز على المقاتل المحترف والأسلحة والمعدات المتطورة. دكتور بشير، حتى بعيدا ان احنا لسه هنقرا يعني قراءه حضرتك التحليليه لهذا الخبر، ولكن دايما لما بنشوف قواتنا المسلحه الباسله، وانا بتحدث كمواطنه مصريه، بحس بالطمانينه، بالامان، بان انا ظهري محمي. ده شعور ممكن يكون يعني يتسرب كده للمواطن البسيط، وفي ظل الازمات بيبقى مهم جدا جدا بالنسبه لنا تتكرر هذه المشاهد حتى ولو كل لحظه، حتى ولو كل يوم. وده اللي حصل من بداية ذكرى مرور 50 عام على نصر أكتوبر العظيم العام الماضي، وإحنا شايفين إن المنطقة كلها حصل فيها تغيرات كبيرة جدا. يعني المنطقة الجنوبية، المنطقة الشرقية، والحالة الالتهاب اللي فيها ساحل البحر الأحمر. الحقيقة إن إحنا دكتور بشير لم نشهد هذه الفترة من قبل التهاب وتوتر وتصاعد في كل اتجاه. قراءة حضرتك لهذا الخبر وأهميته؟ دايما لما نسمع كلمة تفتيش الحرب، طبعا الناس اللي قضوا الخدمة العسكرية أو المختصين بالشؤون العسكرية يعلموا أن هذا معناه متابعة من القيادة العسكرية لتطور الأداء العملياتي والقتالي والجهوزية، اللي حضرتك استخدمت المصطلح ده، الجهوزية حضرتك بالأساس اللي استخدمته دائما للقوات المسلحة طبعا. فجهوزية معناها استعداد الجنود، معناها جهوزية الأسلحة، التخطيط، مرونة الحركة. احنا طبعا بنتكلم عن جيش مصر، طبعا تاريخنا معروف، احنا اقدم جيش في العالم. امبارح كنت بقرا حاجه عن تحتمس الثالث وعن معركه مجدو وقادش، انه التاريخ العسكري العالمي، مش احنا المصريين اللي بنقول ده، التاريخ العسكري بيقول ان اول جيش نظامي محترف في العالم بمعايير حديثه كان الجيش المصري، جيش تحتمس، وان معركه مجدو كانت معركه فاصله. مجدو دي موجوده في بلاد الشام في فلسطين، وكانت معركه فاصله لان تحتمس الثالث قدر ان هو يقمع حركات تمرد ضد قياده الدوله المصريه للامبراطوريه المصريه في ذلك الوقت، واعتبرت من اعظم معارك التاريخ معركه مجدو. وان تحتمس الثالث حفر اسمه واسم مصر كواحده من اوليات الدول في العالم اللي عملت جيش صح بمعايير حقيقيه، واستخدم اسلحه وفيالق وقسم كتائب وحاجات من هذا القبيل، فكان شيء مبهر يضيف لتاريخنا العسكري. فاحنا اقدم دوله في العالم، اقدم جيش في العالم. تاريخ الانتصارات حضرتك اشرتي لل 50 سنه على حرب اكتوبر، مهم جدا ان
الاجيال الجديده تبقى عارفه الانتصارات وتاريخ جيشنا، ان احنا مش بس دوله عتيده وقديمه، وانما جيشنا هو كمان بانتصاراته بقيمه العسكريه. يعني النهارده في جيوش للاسف الشديد بنشوف اسرائيل بتعمل ايه في فلسطين، بتقتل النساء والاطفال وتدمر المستشفيات والبنى التحتيه والمدنيه. هو الجيش الوحيد اللي اسمه الاحتلال يعني. بالظبط، يعني طول عمر الجيش المصري كان يلتزم بالمبادئ الاخلاقيه والاسس والقواعد، وعنده عقيده قتاليه راسخه ومبادئ واضحه. طبعا تطوير الكفاءة القتالية للقوات المسلحة المصرية أمر ضروري. أنت جيشك النهاردة مصنف واحد من أهم 12 جيش على مستوى العالم. صحيح. ككل. وبالتالي التحديات بقى حضرتك أشرت إليها، إحنا بنعيش مرحلة غير طبيعية ومضطربة تماما. شوف حضرتك لما إيران وباكستان يتبادلوا إطلاق الصواريخ، يعني شوف حضرتك لما الأردن يضرب في سوريا علشان خارطة تجار المخدرات، لما نلاقي إنه إيران بتضرب في سوريا والعراق، لما نلاقي إنه تركيا بتضرب في العراق وبتضرب في سوريا، حالة من الاضطراب، امريكا بتضرب في اليمن في الحوثي. صحيح. اسرائيل طبعا حدث ولا حرج عن الجرائم اللي بترتكبها بالنسبه ل اثيوبيا وما تفعله في ارض الصومال، اثيوبيا والصومال ومحاوله فرض امر واقع بالقوه بعد اللي حصل في سد النهضه. يعني حاله من الاضطراب والارتباك الشديد يشهدها العالم، واحنا لسه خارجين من جائحه كورونا والازمات الاقتصاديه، والنهارده رجعنا لراس الرجاء الصالح بسبب الاضطرابات اللي موجوده في باب المندب والبحر الاحمر، واللي هي مرتبطه بغزه. يعني امريكا بتحاول تفصل اللي بيجرى في البحر الاحمر عن غزه، لكن الحوثيين رغم تحفظاتنا الشديدة عليهم بيقول لك انه لن نتوقف الا اذا توقفت اسرائيل عن عدوانها في غزة. وبالتالي العالم رجع 200 سنة ورا، واصبحت السفن بدل ما تعبر قناة السويس والبحر الاحمر اللي هو الطريق الايسر والامن والاسهل والاسرع، نروح راس الرجاء الصالح عشان الرحلة تتأخر 20 يوم اضافية بتكلفة اضافية، بوقود اضافي، وتكلفة الشحن والتأمين تزداد، فيؤدي في النهاية الى تعطل سلاسل الانتاج والتوريد. العالم في حالة ردة استراتيجية، في حالة من التخبط الشديد جدا. لذلك التحسب والاستعداد والجهوزية تظل أمر مهم جدا جدا. صحيح أن مصر بتتبنى مقاربة تنموية، مقاربات دبلوماسية لتسوية الأزمات والخلافات، لكن هذا لا يمنع أبدا الاستعداد يكون دائم ومتواصل وتطوير الكفاءة القتالية للقوات المسلحة. ودايما في قاعدة استراتيجية يا أستاذة هند بتقول أفضل وسيلة لمنع الحرب هي حسن الاستعداد للحرب. طول ما أنا مستعد لها جيدا والخصوم والأعداء والجوار يعرف ان انت مستعد، لن يفكر في انه يستدرجك الى حرب، لانه عارف قوتك وعارف ادائك القتال. يعني هناخد من كلام حضرتك دكتور بشير، لان المنطقه كلها ملتهبه زي ما حضرتك قلت، بتشهد فتره غير مسبوقه، فهننزل للجنوب وقمه عدم الانحياز وما يحدث بين اثيوبيا والصومال، وكيفيه يعني الدور المصري كيف دائما يعبر على مساندته لكل الدول العربيه الشقيقه في كل ازمتها. حيث التقى السيد سامح شكري وزير الخارجية أمس خلال زيارته للعاصمة الأوغندية كامبالا للمشاركة في قمة دول عدم الانحياز مع القائم بأعمال وزير خارجية الصومال علي محمد عمر. وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية بأن سامح شكري أكد خلال اللقاء على الأهمية التي توليها مصر للعلاقات مع الصومال اتصالا بالروابط التاريخية العميقة على المستويين الشعبي والرسمي، مشددا على تضامن مصر مع الصومال ضد المحاولات الرامية لانتهاك سيادته وسلامة أراضيه. وأردف المتحدث الرسمي بأن الوزير شكري حرص على التأكيد على الأهمية التي توليها مصر لأمن واستقرار الصومال والاستعداد لتسخير القدرات والإمكانيات المصرية لمساعدة الصومال في بناء كوادره الوطنية وتنفيذ خططه التنموية ودعم استقراره. واختتم السفير أحمد أبو زيد تصريحاته مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق خلال المرحلة القادمة دعما للصومال وشعبه الشقيق. طبعا يعني حدث ولا حرج عن العلاقات المصرية الصومالية المرتبطة من 1960، وساعدنا الصومال في استقلالها عن الاحتلال البريطاني والإيطالي، يعني مصر الحقيقة بتربطها علاقات قوية وجيدة جدا مع الصومال. وأزمة الصومال أرض الصومال تحديدا فصلت 1991، ومن الوقت ده تحديدا ومصر بتحاول أنها يعني تحتوي هذا الموقف، لم يعترف بها أحد في المجتمع الدولي أرض الصومال. جاءت إثيوبيا بمقابل صفقة 50 عام ل20 لمدة 20 في مسافة 20 متر منفذ بحري على ساحل البحر الأحمر بقاعدة برية وقاعدة عسكرية وميناء بربرة. والحقيقة دكتور بشير يعني إثيوبيا وكأنها يعني يحلو لها دوما الإجراءات الأحادية. يعني حضرتك شايف يعني طبعا احنا كان عندنا اجتماع مهم وطارئ لوزراء الخارجية العرب يعني لمناقشة هذا الأمر، وطلع بيان تضامني.
ماذا يجب أن يفعل العرب الآن في هذه الأزمة، وخصوصا المجتمع الدولي متفرق دلوقتي في أزمات مختلفة؟ خلينا كالعادة يا أستاذ هند نوضح لسه للمشاهدين الكرام القصة دي في عجلة سريعة. الصومال طبعا من سنة 91 وهي في أزمات. التدخل الأمريكي في الصومال كان بداية التدهور للأوضاع في الصومال. كان في كارثة حصلت وتم سحل الجنود الأمريكيين في الصومال، وبعدين انسحاب أمريكا من الصومال. وللأسف الشديد أمريكا لو اتدخلت في دولة عسكريا بتؤدي إلى تدهور الأوضاع في هذه الدولة، والصومال كانت نموذج، وأفغانستان والعراق وغيرها يعني. ولازلت. طبعا. فالحقيقة من 91 نتيجة للتفكك اللي أصاب الدولة الصومالية وضعف الإدارة في الصومال، في حاجة اسمها أرض الصومال أو صومالي لاند، قطاع كده من الصومال أعلن الاستقلال من طرف واحد ولم يتم الاعتراف بها من أي دولة. هي موجودة طبعا على البحر الأحمر. صحيح. ومن 91 لحد النهاردة لم يعترف بها أي دولة في العالم، ومن ثم لا تعتبر دولة أو كيان مستقل. إثيوبيا طبعا بدأت تتبنى النهج الإسرائيلي، فكرة إن هو التمرد على القوانين الدولية، التمرد على المواثيق الدولية، الالتفاف. صحيح. على المعاهدات الدولية، وده حصل في أكثر من مناسبة. وبعدين إثيوبيا طبعا بعد انفصال إريتريا وأصبحت دولة مستقلة حبيثة. أصبحت إثيوبيا دولة حبيسة، وده مش مشكلة. في 40 دولة في العالم دولة حبيسة، وبالمناسبة سويسرا دولة حبيسة رغم أهمية سويسرا. النمسا دولة حبيسة رغم أهمية النمسا. وفي أفريقيا جنوب السودان ودول كثيرة دول حبيسة، ولا غضاضة في ذلك. مشكلة إثيوبيا تريد أن تتمرد على الجغرافيا، تريد أن تتمرد على القوانين ولي ذراع الجيوسياسة، وإنها تتجه إلى اقتطاع جزء من ما يسمى بأرض الصومال بين قوسين، لأن مفيش حاجة اسمها أرض الصومال أصلا. صحيح. دي جمهورية الصومال. عايزة تاخد 20 كيلو متر على ساحل البحر الأحمر تعمل مينا وتعمل قاعدة. إثيوبيا النهاردة بتأجر موانئ في جيبوتي ودول تانية علشان تمارس النشاط التجاري. هي عايزة أسطول عسكري وقاعدة عسكرية، وعايزة تتحكم في التجارة في البحر الأحمر وباب المندب، وده شيء خطير جدا جدا. الحقيقة المجتمع الدولي رافض لهذا الإجراء على الأقل ظاهريا. مصر وجامعة الدول العربية ودول الجوار الأفريقي والصومال نفسها رافضة لهذا الأمر. داخل صومالي لاند دي في ناس رافضة كمان لهذا الموضوع. يعني مش صومالي لاند حوالي 4.5 مليون مثلا يعني. لا لا، مختلفين. 4.5 مليون صومالي متقاتلين ومختلفين فيما بينهم، ومش كلهم موافقين على هذا العرض، لأنه المقابل اللي هتاخده صومالي لاند من إثيوبيا حاجتين. الحاجة الأولانية اعتراف دولي إنها دولة، واعتراف إثيوبيا لا يفيد، لأن إثيوبيا دولة ليست لها ثقل. المفروض الأمم المتحدة والمجتمع الدولي هو اللي يعترف، فاعتراف إثيوبيا ده غير مفيد. الأمر الثاني هياخده حصة من خطوط الطيران الأثيوبية اللي هي الناقل الرسمي الجوي لإثيوبيا. ده المقابل، ففي اقتصادي وفي مقابل سياسي. طبعا مصر بتتصدى لهذا الموضوع بكل قوة، لأنه له تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي والبحر الأحمر وباب المندب وقناة السويس. ونأمل أن التحركات المصرية بالتعاون مع الجامعة العربية ودول الجوار يكون لها دور محوري في وقف هذه المأساة، خصوصا للأسف الشديد وأنه في دعم للتحركات الأثيوبية من بعض الأطراف الإقليمية والدولية نتيجة للخلل في النظام الدولي الراهن. يعني بذكر حضرتك للخلل، يعني أزمة إثيوبيا والصومال وهذه القصة حضرتك شرحتها لنا بالتفصيل دكتور بشير، بدأت مع بداية العام الحالي، مع يعني ما بداية شهر يناير، وكانت مفاجأة الحقيقة. ولكن احنا عندنا أزمة مستمرة من بنتكلم على أكثر من 100 يوم في قطاع غزة، ولا زال هناك قرارات لم تنفذ. خلينا نروح مع حضرتك ونقرأ هذا الخبر دكتور بشير، والبرلمان الأوروبي وماذا يقول البرلمان الأوروبي في هذه الأزمة. حيث صوت البرلمان الأوروبي بالأغلبية أمس على قرار يتضمن الدعوة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث حظي قرار البرلمان الأوروبي بشأن غزة بأغلبية 312 صوت مقابل رفض 131 صوت وامتناع 72 عضو عن التصويت. وتضمن القرار 23 بند يبدأها بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، ويدعم فيه عمل محكمة العدل الدولية. وأكد القرار أهمية طرح مبادرة أوروبية جديدة لاستئناف المسار السياسي وصولا إلى حل الدولتين على قاعدة القرارات الدولية والمبادرة العربية للسلام، وبإشراك السلطة الفلسطينية في هذا المسار. وأعرب القرار الأوروبي عن القلق من السياسات الإسرائيلية التي تؤدي لتهجير السكان قصريا. دكتور بشير اسمح لي ينضم إلينا الآن ونحن نتحدث عن هذا الخبر الهام، يعني زميلنا مجدي يوسف مراسلنا في بروكسل ليتحدث معنا الآن عن هذا القرار الهام. صباح الفل يا مجدي.
صباح الخير يا هند، صباح الخير يا دكتور. مجدي بنرحب بيك، والحقيقة دايما ما تنقل لنا الصورة بتميز في العديد من الأحداث، ونحن الآن بصدد قرار جديد من البرلمان الأوروبي، واللي يشوف المشهد يا مجدي من البداية من قبل 105 يوم تقريبا لحد دلوقتي ما كانش يعني يتوقع أن ممكن يحصل تغير في وجهة النظر الأوروبية والاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي حتى نصل إلى هذا القرار. مجدي، إحنا عندنا قرارات كتيرة جدا كانت من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومن هيئات دولية ولكن لم تنفذ وليها ثقلها. ماذا عن أجواء هذا القرار وإمكانية تطبيقه؟ يعني خلينا نبتدي بالجزء الثاني يا هند فيما يتعلق بإمكانية تطبيقه. يعني هو القرار رمزي، يعني لا يحمل صيغة التنفيذ، ولكن يحمل جزء آخر في غاية الأهمية، أو كذا جزء في غاية الأهمية. الجزء الأولاني هو الإحساس أو نوع من الإحساس أو بداية الإحساس بالمسؤولية. صحيح. الجزء الثاني أنه بيحال إلى القمة الأوروبية حتى يصبغ بالصبغة الرسمية ويكون قابل للتنفيذ. والجزء الثالث وربما ده الأهم هو التحول. يعني خلينا نفتكر أن مع بداية الحملة الوحشية الإسرائيلية على قطاع غزة، البرلمان الأوروبي صوت بأغلبية 500 عضو. صحيح. لصالح هدنة بسيطة وغير طويلة للحملة العسكرية الإسرائيلية البشعة على قطاع غزة. لم يصوت بوقف إطلاق نار. إطلاق النار. صحيح. بالضبط. تحول. هو بيصوت ب 312. بس برضو يعني عشان يعني ما نبقاش يعني متفائلين زيادة، قرار أكثر من حقه يا هند، خلينا نقول برضو أنه مش قرار كامل، يعني مش قرار متكامل، لأنه فيه عيوب كتيرة. يعني زي ما أنت ذكرت كده في البداية يا هند أن القرار بيحتوي على 23 بند. صحيح. من ضمن البنود انه بيشترط تفكيك حركه حماس، يعني ده ومش واضحه في الحقيقه الجمله اللي صاغها البرلمان الاوروبي، هل وقف اطلاق النار ياتي بشرط تفكيك حركه حماس؟ يعني اذا كانت هذه هي القصه، يعني القرار ما زال بحاجه الى قراءه وتوضيحات اخرى. اذا كان هذه هي القصه فالقرار ملوش لازمه، يعني انا هستنى لما تفكك حركه حماس عشان اوقف هذه الحمله العسكريه غير ادميه. حاجه ثانيه انه ما زال بيعطي الاحتلال الحق في الدفاع عن نفسه، يعني حتى هذه اللحظه بعد كل هذه يعني انا مجزره، احنا بنشوف مجازر على الهواء، وبتقول لي لسه بتعطي له حق الدفاع عن حق الدفاع عن نفسه اللي هو باقي. طب معلش يا مجدي، هو كده مش في تعارض؟ لان برضو في القانون يعني في القرار بيقول انه مع استمرار محكمه العدل الدوليه فيما تقوم به. طب منين محكمه العدل الدوليه يعني بتقر دلوقتي جنوب افريقيا ان في اباده جماعيه؟ طب منين انت بتقول كده ودفاع عن النفس؟ يعني مش في تناقض شويه؟ لا هو بصي يا هند، يعني برضو النقطه دي لازم تكون واضحه. يعني هو مع كل ما يصدر عن محكمه العدل الدوليه. أوه. مش مع الدفع أو بتدعيم قضية جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي على الإطلاق. ده توضيح مهم جدا. هو مكبر بالمناسبة. يعني خلينا نقول هو مش بمزاجه، يعني ده تحصيل حاصل، يعني اللي هو أنا لما يعني عطشان عايز مية، ما هو الطبيعي أنا موقع على محكمة العدل الدولية وموقع على الالتزام بكل ما يصدر من محكمة العدل الدولية، فهو ما جابش جديد. يعني هو مجبر، يعني ده إجبارا وليس اختيارا. يعني دستور الاتحاد الأوروبي بيجبر كافة دول الاتحاد الأوروبي على قبول خلينا برضو نبقى واضحين، على قبول ما يصدر عن محكمة العدل الدولية. هم مجبرين ولكن ليسوا مجبرين على تنفيذ حتى ما يصدر عن محكمة العدل الدولية. فلا تعارض طبعا على الاطلاق، لان هو مجبر. الدستور الاوروبي بيقول ان ما يصدر عن محكمه العدل الدوليه هو يعني اجبارا وليس اختيارا. انما برضه في النهايه الموضوع يبنى عليه، يعني ان يتحول. حتى بالمناسبه هذا التحول مش تحول في المشاعر برضه يا هند، يعني عشان ما نفتكرش ان الجماعه بتوع البرلمان الاوروبي صعبانين عليهم الناس اللي في غزه. تحول في التصريحات الرسميه بس عشان شكلهم قدام العالم. يعني في الحقيقه هند احنا داخلين على انتخابات اوروبيه، والشارع الاوروبي متعاطف تماما مع ما يحدث في غزه، فبالتالي هو كمان يعني لا معلش خلينا بقى ايه نلحق قبل الانتخابات واحنا داخلين عشان نجمع شويه الاصوات المتعاطفين مع غزه. وكمان الاحوال يا هند، يوم الاثنين القادم صباحا هيكون في اجتماع في غايه الاهميه لوزراء خارجيه الاتحاد الاوروبي، وهيدرسوا ايضا هذا القرار.
ومعالي الوزير سامح شكري سيشارك عبر تقنية فيديو كونفرنس في هذا اللقاء، ومعه بعض وزراء الخارجية العرب وأمين جامعة الدول العربية سيد عمرو، سيد أبو الغيط، أحمد أبو الغيط هيشاركوا فقط لموضوع غزة. طب قرأت أو تتصور إيه يا مجدي في ظل اللي انت يعني المعطيات اللي انت شايفها على ارض الواقع، تتصور ايه يوم الاثنين الجاي ممكن يثمر، يعني ماذا سيثمر هذا اللقاء الهام؟ انا في مخيلتي اني فيما عدا المانيا وايطاليا، اتصور ان باقي الدول الاوروبيه او وزراء الخارجيه سيضغطون باتجاه قرار صريح ورسمي بضرورة الوقف الفوري للحملة العسكرية الوحشية لإسرائيل. ده ما أتصوره وما أتوقعه في خلال الأيام القادمة، ما لم تتمكن ألمانيا، في الحقيقة هي لها برضو الكلمة العليا في الآخر في الاتحاد الأوروبي، ألم تتمكن ألمانيا من الضغط على الدول لعدم الخروج بمثل هذا القرار. يعني نأمل إن شاء الله أن تنفذ هذه القرارات، لأن الحقيقة لو القرارات دي كانت اتنفذت من شهور سابقة كنا خلاص وصلنا لوقف إطلاق النار ومسار سياسي كما يعني تدعي هذه القرارات جماعها. أنا بشكرك جزيل الشكر لزميلنا المتميز دائما والمجتهد الحقيقة مجدي يوسف، كنت معنا من بلجيكا، يعني الحقيقة دايما بتكون معنا في الأحداث المهمة. دكتور بشير، عودة لحضرتك، الكاتب الصحفي والباحث السياسي الكبير الدكتور بشير عبد الفتاح، زي ما حضرتك تابعت معانا كده دكتور بشير، يعني مجدي يوسف هو بيتحدث ان داخلين على انتخابات اوروبيه بنغازل للشعب الاوروبي حتى يعني نضمن بقائنا. دكتور بشير، الى متى ستستمر القرارات ويستمر المجتمع الدولي عاجز امام ردع اسرائيل؟ ده سؤال مهم جدا يا استاذه هند، لانه الشرعيه الدوليه والمبادئ اللي بيقوم عليها النظام الدولي هي عباره عن ايه؟ الاتفاقيات اللي العالم ابرمها اللي بتنظم العلاقات الدوليه، حالة الحرب، حالة السلام، حتى أوضاع الاحتلال، يعني اتفاقيات جنيف الأربعة بتوضح وضع الدول أثناء الاحتلال، الدول المحتلة والشعب المحتل وحقوقه، وعندنا قانون الدولي الإنساني وقانون الحرب بينظم الحرب والعمليات العسكرية، عندنا ميثاق الأمم المتحدة، عندنا الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لكن للأسف الشديد يبدو إنه الشرعية الدولية دي والأسس والمبادئ اللي بيقوم عليها النظام الدولي أصبحت هشة وتحتاج إلى مراجعة. يعني مثلا المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بحق الدفاع عن النفس. عارف حضرتك اللي إسرائيل بتعمله واللي إيران عملته مع باكستان واللي باكستان عملته مع إيران واللي إيران عملته في العراق واللي أمريكا بتعمله ضد الحوثي، كل ده قايم على المادة 51، كل واحد بيحاول يفسرها على هواه. يعني أمريكا بتقولك والله اللي أنا بعمله ضد الحوثي في باب المندب ده أنا بنفذ المادة 51 وحق الدفاع عن النفس وحمي التجارة الدولية، والنهاردة إيران، امبارح إيران بتقول والله المادة 51 بدافع عن نفسي، باكستان ردت عليها بالمادة 51. إسرائيل اللي ارتكبت أبشع الجرائم الإنسانية في التاريخ البشري كله بتقول بطبق المادة 51 وبحمي نفسي بعد اللي حماس عملته في 7 أكتوبر الماضي. وبالتالي احنا محتاجين إعادة بناء للشرعية الدولية، المواثيق والمبادئ اللي بيقوم عليها النظام الدولي والمادة 51. يعني نقدر نقول كم من الجرائم ترتكب وتنتهك باسمك أيها المادة 51. الدرجة دي مطاطة يا دكتور. طبعا، مع ان المادة 51 دي بتقول لك لو جيت تعمل رد فعل على عدوان انت تعرضت له بتدافع عن نفسك، لازم يكون رد الفعل متناسب. متناسب يعني ايه؟ محدش يدي يضربني قلم اضربه بالرصاص، لا، تضربه بقلم بنفس الفعل. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. يعني دي حاجة، الحاجة الأولى. الحاجة الثانية انك تتجنب الأهداف والأعيان المدنية، لا تقتل واحد مدني ولا تضرب مستشفى ولا مدرسة ولا كوبري ولا أي شيء مدني الناس بتعتمد عليه أو بتستخدمه في حياتها اليومية. لكن محدش بيلتزم ولا حد بيحترم، هو بياخد بس العنوان بيقول المادة 51 وحق الدفاع عن النفس. طيب على أي أساس؟ طب هل أنت تعرضت لعدوان فعلي ولا لأ؟ طب طبيعة الرد ده؟ طب مين اللي يقيم إذا كان ده دفاع عن النفس ولا لأ؟ وإذا كان ده عدوان ولا لأ؟ طبعا للأسف الشديد الشرعية الدولية في مأزق حقيقي. علشان كده كل القرارات اللي بتصدر سواء عن الاتحاد الأوروبي أو عن الأمم المتحدة إسرائيل لا تعيرها أدنى اهتمام. علاقة إسرائيل بالأمم المتحدة والشرعية الدولية كانت حاجة واحدة بس، تحصل على اعتراف من الأمم المتحدة بدولة إسرائيل. ده كان سنة كام؟ في مايو يونيو 48. مجرد ما إسرائيل حصلت على الاعتراف بعد كده قفلت الباب. الأمم المتحدة طلع أي قرارات ما يخصناش، مجلس الأمن يطلع قرارات ما يهمناش، الاتحاد الأوروبي يقول إن احنا لازم نوقف الحرب ولا يهمنا. إسرائيل لا تحترم الشرعية
اليات دوليه، وللاسف ما فيش اليات ذكريه، والولايات المتحده متواطئه، وده برضو من عيوب النظام الدولي الحالي انه نظام دولي احادي القطبيه. الولايات المتحده بتتخلى عن كل المبادئ الانسانيه وتدير عرض الحائط بالقانون الدولي طالما انه بيخدم اسرائيل او بيخدم مصالح اسرائيل. ودي مشكله ومعضله بتواجه النظام الدولي. علشان كده احنا النهارده في خلل في كل شيء، حتى البيئه والمناخ. صحيح. عندنا قوانين تنظم حمايه البيئه واستخدام الموارد المائيه ولا احد يلتزم على الاطلاق. صحيح. صحيح. فاحنا بحاجه الى اعاده بناء شرعيه دوليه، اسس جديده لنظام عالمي حقيقي، والا البشريه معرضه للفناء بالفعل، مش بس بيئيا بالمناسبه. يعني سباق التسلح، حضرتك الفضاء الخارجي ده. صحيح. احنا عندنا اتفاقيات بتقول عدم عسكرة الفضاء، ان محدش يعمل قواعد عسكرية في الفضاء او يستخدم الفضاء لاغراض عسكرية. تجد ان امريكا تتسابق. وروسيا والصين الناس تتسابق علشان عسكرة. صحيح. الفضاء. ان القطب الشمالي والقطب الجنوبي حاجة في الكون حقيقة يعني. فاحنا في سباق التسلح واسلحة الدمار الشامل للأسف الشديد. فالعالم كوريا الشمالية بتقول ان احنا عملنا تجارب على اسلحة الدمار الشامل. لا، في الماء. وفي تهديد ما بين الكوريتين. يعني الكوريتين كمان بيهددوا بعض. كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية بيهددوا بعض. ايران وباكستان. العالم ملتهب بشكل كبير جدا. الصين وتايوان كل شويه في مناطق جديده بيتفتح فيها صراعات جديده في اماكن متفرقه من العالم يا دكتور بشير. يعني ده بالظبط يعني وكاننا يعني نعيش. يعني بنتكلم دايما عن دوله القانون. للاسف عالم بلا قانون، عالم بلا مبادئ، بلا احترام للشرعيه الدوليه. العالم بحاجه الى وقفه للمراجعه. نتمنى ان الماساه اللي بتحصل في فلسطين والعدوان الاسرائيلي الغاشم على فلسطين يدي جرس انذار للعالم بوقفه للمراجعه، لان العالم لو مضى في هذا الاتجاه هيدمر البيئه، هيدمر البشر، هيدمر الكون، هيدمر القيم والمبادئ والاخلاق. للاسف الشديد في اتجاه عالمي النهارده ضد المبادئ والقيم والاديان. يعني ناس بتشجع الالحاد. صحيح. ناس بتشجع زواج المثليين والانحرافات الاخلاقيه والسلوكيه. بداوا يوصلوا في اعلى المناصب في العالم، يعني في دول كتير. في بالفعل العالم يحتاج الى وقفه، لان ده افساد حقيقي في الارض بكل المقاييس. رغم التطور التكنولوجي اللي بيحصل، ورغم ادعاء الوصول الى القمر والثوره الصناعية وثورة الاتصالات، لكن فيه ردة أخلاقية في العالم، ردة قانونية تنذر بانهيار هذا العالم ككل. يعني أنا عاجبني قوي اللي حضرتك بتقوله دكتور بشير. ردة فعلا، ردة في كل شيء. وبنرجع يعني لسنوات كتيرة مضت الحقيقة كنا بنقرأ عنها عن كتب التاريخ، بس عشناها وعشناها بشكل الحضارة أبشع. الحضارة دايما يا أستاذة هند لها عمود فقري. العمود الفقري هو الدين والأخلاق والمبادئ والقانون. صحيح. الحضارة مهما بلغت من تطور مادي بقى في الاختراعات والتطور والاكتشافات، لكنها تتراجع دينيا وأخلاقيا وإنسانيا، لازم تنهار هذه الحضارة. احنا للأسف حضارة اليوم تعاني من هذا الأمر. تطور تكنولوجي مذهل، لكن ردة في الحضارة، في الدين، في الأخلاق، في المبادئ الإنسانية، في القيم المعنوية. وهذا للأسف الشديد ينذر بتدمير هذه الحضارة في أقرب وقت ممكن. يعني نأمل إن شاء الله دكتور بشير أن ينتبه العالم لما تتحدث فيه حضرتك، وأن يكون في قانون رادع لكل من يحيا فوق هذه كوكب الأرض. يعني الحقيقة حتى كوكب الأرض ما سلمش حتى مننا. نعم. يعني للأسف. نعم. الشديد. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر، ضيفي الكريم الكاتب الصحفي والباحث السياسي الدكتور بشير فتاح، على كل هذه الإطالة والمعلومات اللامنتهية. يعني شكرا. دائما وأبدا بشكر حضرتك جزيل الشكر. شكرا. بشكركم مشاهدينا على المتابعة. بكده بتكون انتهت جولتنا في صحافة النهاردة الجمعة 19 يناير. كنا من شوية يعني في مداخلة هاتفية مع زميلنا مجدي يوسف من بروكسل من بلجيكا تحديدا، والحقيقة إن احنا هنروح له تاني المرة دي، بس المرة دي بقى يعني هنعرف كده منه موجة التلج وحالة الطقس هناك عاملة إيه، خصوصا إن في حالة من الصقيع وموجة التلج الحقيقة اللي موجودة في كل دول العالم. في دول في العالم يعني الصين مثلا وهذه المنطقة من آسيا بتسجل درجات 40 درجة مئوية تحت الصفر. خلينا نروح كده نشوف مع مجدي يوسف يعني بلجيكا عاملة إيه في الجو ده. بلجيكا تحت حصار ناصع البياض، الثلوج غطت كل الأركان فأغلقت مطار العاصمة بروكسل وعطلت المواصلات العامة والمدارس، ولم تتمكن المصالح الحكومية من أداء عملها. هي أجازة إجبارية للجميع باستثناء محالي بيع الطعام. موجة الثلوج التي استيقظ عليها السكان ليست المشكلة، فالأسوأ ما هو قادم. فقد أعلنت هيئة الأرصاد البلجيكية أن درجات الحرارة ستصل إلى 15 درجة تحت الصفر، ما يعني ببساطة أن الجليد الهش سيتحول إلى ألواح من الثلج الصعب. منظر الجليد بصورة عامة يبدو مبهجا، لكنه حين يتحول إلى ألواح صلبة فإن البهجة تصبح خطرا قد يصل إلى حد الموت. مجدي يوسف، صدى البلد، وافر.
بلجيكا.